اتمنى بس لو صوت واضح ندوس واحد، لو صوت مش واضح هندوس صفر. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية ارحب بحضراتكم معانا ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله انها تكون محاضرة بسيطة وسهلة ونستفاد منها كلنا ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن البي اي ام اند دريفت ام اي بي، تمام؟ فهنتكلم ان شاء الله عن البي اي ام وريفت ام اي بي. عايزين نبسط المصطلحات ديت، يعني مش عايزين تبقى حاجة كلمة جامدة، لا عايزين نبدأ نشوف ايه البي اي ام وريفت ام اي بي. معايا؟ تمام. هو البي اي ام عبارة عن نقدر تقول تقنية او فلسفة، تقنية او فلسفة، يعني هي فكرة وليس برنامج. يعني مفيش برنامج اسمه بي اي ام وبرنامج اسمه ريفت، لا ده هي البي اي ام دي تقنية او فلسفة او فكرة بيحققها بعض البرامج، منهم برنامج الريفت. معايا؟ تمام. طيب البرنامج الريفت ده اصلا بيعمل ايه؟ بيعمل لنا نماذج للمبنى، بيعمل لنا ممكن يعمل لنا لوح للمبنى، زي مثلا احنا هنتكلم مثلا ممكن يعمل لنا لوح المعماري او الاستراكشر او التكييف الصحي. تمام. طيب ما ممكن واحد يقول لي ما الاوتوكاد بيعمل لي الحاجات ديت؟ ان شاء الله. طيب الاوتوكاد برضو بيعمل نفس الحاجات دي. طيب عايزين نعرف ايه الفرق بين الاوتوكاد وبين الريفت. لو الاوتوكاد بيحقق لي نفس الحاجات اللي انا محتاجها والريفت ما بيقدمليش زياده، يبقى خلاص اخلينا على الاوتوكاد. كل برنامج بينزل ما تعلموش مجرد ان هو في برنامج نزل، لا بلاقي فيه ميزه تخليني اتعلمه. يعني في اليابان لغايه دلوقتي في البنوك بيشتغلوا بالدوس. باشمهندس عصام بيسأل مهندس انتاج وبيسأل البرنامج ده ممكن ينفعه. لا هو متخصص في المباني، فلو قريب من المباني ان شاء الله يكون كويس بالنسبه لحضرتك. هو البرنامج الريفت مختص بالمباني، يفيد الميكانيكا قوة، تمام. وحضرتك شرفنا برضه ان شاء الله، ومهندس كهرباء برضه هيفيده ان شاء الله. اي حد شغال في مجال المباني ان شاء الله هيفيده، يعني شغال في البرنامج عموما. برنامج الريفت بيخدم المعماري والانشائي والمدني والتكييف الصحي والكهرباء. بس الكورس بتاع النهارده هو ريفت ام اي بي، بس ان شاء الله حتى برضو المدني والمعماري ان شاء الله يلاقي حاجات يستفادوا منها. وكان في كورس قبل كده للمهندس كمال شوقي والمهندس عمرو مرتضى بيتكلم في جزء الاستراكشر، هتلاقيه على منطقة الدارين. والمهندس محمد بسيوني كان شرح وبيشرح برضو الريفت اركتكشر المعماري، تمام. فان شاء الله نكمل مع بعض. طيب اليابان لغايه دلوقتي البنوك اغلب البنوك بتشتغل بالدوس. ليه؟ هو بيقول لك انا لو انا سطبت الويندوز هتواجهني مشاكل، مش مجرد ان في حاجه ظهرت جديده اجربها، لا لازم اجرب الحاجه اللي تفيدني. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا جه برنامج جديد، هل هيفيدني ولا لا؟ هما في البنوك لقوا ان الويندوز هيعمل لهم مشاكل. هيعمل لهم مشاكل بمعنى ايه؟ هيجي لهم فيروسات، هيصرفوا فلوس كتير على التعليم، هيبذلوا جهد عشان يعلموا الناس البرنامج الجديد. الواحد مثلا ممكن يقعد يخش على الفيسبوك ويدخل على النت وده وقت على الجيمز، فلقوا ان هو الدوس اسهل لهم، تمام. فانا دلوقتي لو انا شغال مثلا على الاوتوكاد ونزل برنامج جديد، تمام، اتعلمه لمجرد ان اتعلمه ولا اشوف بيفيدني في ايه؟ فهو ان شاء الله هنبدا نشوف الريفت بيفيدني في ايه. لان لو الريفت مش هيحقق لي غير نفس الاوتوكاد بيعمله، يبقى سهل ان انا اشتغل على الاوتوكاد، لان كلنا اغلبنا شغل اوتوكاد وفهم موضوع الاوتوكاد. حتى برضو من موضوع الاصدارات، انا دلوقتي شغال على اوتوكاد 2006 ونزل 2007، رحت مسطبه ومش عارف ايه الفرق، وشغال على نفس الاوامر اللي كنت شغال فيها في اوتوكاد 2006 وسطبت 2014 وبنفس الاوامر استخدامها، كوبي وبيست كوبي وبيست، ميرور روتيت الحاجات دي كلها، فانا كده ما بستفدش من قوه البرنامج. فاحنا عايزين نبدا نشوف الكاد ايه والريفت ايه. فانا دلوقتي لو قلت ان انا عندي حاجتين، تمام، عندي كاد وعندي حاجة تانية اسمها الريفت.
او اسمها البي اي ام. البي اي ام، البي اي ام احنا اتفقنا ان دي فلسفه او فكر اللي بيحقق لي اللي بيحقق لي احسن حاجه ان انا اقدر اشتغل بالمبنى واشوف المبنى 3 دي و4 دي و5 دي. الريفت برنامج من البرامج البي اي ام، في برامج تانية منافسة ليه بس حقيقة انا اشتغلت على كذا برنامج فيهم افضلهم الريفت بفرق شاسع. تمام، الكاد بيرسم لي المبنى بدون ما يبقى فاهم هو ايه. يعني انا دلوقتي لو رسمت هنا خط، ماشي، رسمت خط، ايه اللي عرفني ان الخط دوت ساق تكييف ولا الخط دوت ساق ولا بايب ولا الكتريكال ولا وول؟ يعني عايز الناس تجاوب بس معايا كده على الشات، ايه اللي عرفك ان الخط ده عبارة عن حيطة ولا تكييف ولا صاج ولا مواسير؟ يا ريت الناس بس تكتب على الشات، ازاي تعرف في الكاد ان الخط دوت عبارة عن ايه؟ تمام، ممكن من الليجنت، تمام، او من الخواص، تمام، بس الخواص هيقولك ان ده خط. يعني يا باشمهندس محمد، ايوه الله ينور عليك، مهندس احمد بيقول لك من اللير، دي من ضمن الحاجات الليرات، بشوف اللير، هل اللير دي مثلا تكييف ولا صاج ولا بايب ولا ايه، عن طريق اللير او من التكست اللي جنبيه. تمام، بس البرنامج نفسه مش فاهم، يعني البرنامج نفسه شايف ان ده خط، شايف ان ده بول لاين، شايف ان ده سيركل، البرنامج نفسه ما يعرفش ان ده ضغط. فلو انا عايز اقول له احصر لي الضغطات مش هيعرف، لو قلت له احصر لي البايب مش هيعرف. انما البي اي ام وانا شغال انا برسم، اول ما برسم بقول له انا برسم ضغط، فهو اوتوماتيك بيرسم ايه؟ ضغط. لو انا افتح الضغط الاقي الضغط ده كله حاضر يا باشمهندس شريف، فان شاء الله في مشروع كامل هنعمله. المحاضرة ممكن تسجلها ببرنامج كامتازيا وانا بسجلها، وفي برضه ناس بتسجلها ان شاء الله وهنرفعها باذن الله. تمام، وانا برسم اي حاجه في برامج البي اي ام عموما، يعني سيبك من الريفت، اي برامج بر يا فندم، يا فندم ماشي يا باشمهندس. ألف شكر يا باشمهندس ماهر. تمام، فبرامج الباي ام عموما، احنا دلوقتي بنتكلم عن فلسفة الباي ام مش عن برنامج الريفت. فأي برنامج من برامج الباي ام لما برسم بقول له أنا هرسم ضغط، فهو بيعرف إن ده ضغط، عارف الارتفاع وعارف كمية السي اف ام اللي ماشية فيه. لما بقول له أنا برسم كيبل تري، فبيبقى عارف إن ده كيبل تري والمصاب بتاعته قد إيه، وحتى لو أنا جيت رسمت حاجة غلط هيرفض. إنما هنا في الكاد لو رسمت، جيت مثلا على ضغط، مثلا برسم ضغط او بايب او كيبل تري ورسمته كده ومشيت كده ورجعت تاني مش هيعترض. لو انا رسمت كوع وخليته يخبط في كوع تاني او في تي تاني والاتنين داخلين في بعض مش هيعترض، هو مش فاهم اصلا انا برسم ايه. يعني الكاد مجرد بيرسم اي حاجه. برنامج قوي جدا وبرنامج جميل جدا، بس برنامج مش متخصص. بمعنى ايه؟ لو انا قلت له ارسم لي شجر، ارسم لي فستان، ارسم لي هدوم، هيرسمه ما عندوش اي مشاكل خالص. تمام، انما برنامج الريفت مختص، او برامج البي اي ام عموما مختصه بالمباني، مش برنامج عام. فكاد قوته وضعفه في الموضوع دوت ان هو برنامج عام جدا مش خاص بالمباني، ومش فاهم هو بيرسم ايه، هو بيرسم اللي انت بتقول له عليه. وانت عن طريق ان انت بتحدد الليارات، او عن طريق ان انت بتكتب الكتابات حق جنبيها، او عن طريق الليجند، بتفهم انت راسم ايه. انما البرنامج نفسه مش راسم. طب لو انا قلت له اعمل لي كوردينيشن، يعني انا لو جيت على برنامج كاد زي برنامج الاوتوكاد، هو في كذا برنامج من برامج الكاد مش اوتوكاد بس منهم اشهرهم الاوتوكاد. طيب برنامج الاوتوكاد دوت لو بدات استخدمه ورسمت عليه فعلا المبنى كامل كل شغلي وقلت له اعمل لي كوردينيشن، ما هو مش فاهم يعني هو مش عارف، لو يعني مش فاهم الارتفاعات، مش واخد باله منها، مش واخد باله، مش هقدر اقول له مثلا ايه اعمل لي الضغطات
مع البايب، ما هو مش عارف فين ضغطته فين البايب، عكس البي اي ام. البي اي ام لا، ممكن بزرار واحد اقول له اعمل لي الكوردينيشن فيقول لي والله انت عندك 5 اماكن، حاجات خابطه في بعض، المكان الفلاني 1 و2 و3. فمجرد ان انا عرفت المشكله خلاص، دي كده يبقى انا حليت نص المشكله. تمام، ده بالنسبه لبعض الفروق بين الكاد والبي اي ام. تمام، في ناس بتقول ان الكاد اسرع، لا العكس، البي اي ام اسرع. يعني انا في الكاد عشان ارسم دكت برسم خطين، تمام، هتلاقي الاوامر الكتابه بتستخدمها في الكاد، ترسم خطين وبعد كده ترسم الناحيه التانيه خط تاني وخط تاني وتبدا توصل بينهم وتعمل الكوع بتاعك وترسم التي، بتاخد اوامر كتير قوي. انما في البي اي ام مجرد ان انا دوست مره واتنين، وهنشوف الموضوع ده دلوقتي، هتلاقي خلاص الصاج اترسم معاك. مجرد ان انا دوست اول نقطه وتاني نقطه رسم الصاج، ودوست في اي مكان تاني هيبدا يرسم لك كوع، وهنشوف ان شاء الله الموضوع ده دلوقتي. تمام، برنامج كاد كان ينفع في البرامج الصغيره، ينفع في المشاريع الصغيره، انما دلوقتي المشاريع الكبيره لازم نستخدم فيها برامج البي اي ام. البي اي ام فلسفه ان انا اعمل، تعال نفسرها واحده واحده. تمام، حد يكتب لي كده اختصار بي اي ام. لو صوت موجود ولا مش موجود؟ طب لو صوت موجود دوس واحد، لو مش موجود دوس صفر. تمام، الله ينور. تمام، هي البي اي ام بيلدينج انفورميشن موديلنج. بيلدينج انفورميشن موديلنج يعني ايه؟ تعالى نكتبها ونفصصها واحده واحده. احنا لو عرفنا كل حاجه جايه منين هنلاقي الموضوع بسيط جدا. بيلدينج، تمام، انفورميشن موديلنج. تمام، اهي، تمام، باشمهندس احمد خليفه كاتب بيلدينج انفورميشن موديلنج. تمام، بيلدينج انفورميشن موديلنج عكس الكاد. الكاد اختصار كمبيوتر اي ديزاينر. تمام، يعني الكمبيوتر بيساعد المصمم، بيديله ادوات، بدل ما هو بيرسم على ورقه لا بقى يرسم على الكمبيوتر. بس برضه زي ما الورقه ما كانتش فاهمه الفرق بين المواسير والصاج وانها تعمل كوردينيشن وانها تعمل حصر، برنامج الكاد كان برضه بيساعد المصمم او بيساعد المهندس في ان هو يعمل له الشغل بتاعه، بس هو مش واخد باله من ال اي دي واي دي، ما بيقدرش يفرق بينها. تمام، البي اي ام اول كلمه بنلاقيها بيلدينج، هو برنامج متخصص في المباني، فدي سر قوته ان هو متخصص في حاجه. تمام، بيلدينج المباني، هو خاص بان هو يعمل لك المبنى بطريقه شكلها قوي جدا، بطريقه تقنع الزبون، بطريقه حتى لو واحد مش متخصص يقدر يشوف المبنى يفهم ايه الموضوع. يعني انا في الكاد لما اوري له الخريطه بتاعت الاوتوكاد، وكلنا طبعا شغالين في المجال فعارفين، هيبص كده الله الله شكلها حلو وبتاع ويسيبها، مش هيقول لك على اعتراضات اللي هو الزبون او المالك او صاحب الفيلا مثلا اللي انت تصممها له. انما في البي اي ام هو بيشوفها 3 دي، كانه بيشوف لعبه، كانه بيشوف مجسم قدامه، فهو بيشوف المبنى فيقول لك اه والله لا ده الحته دي مثلا انا عايز هنا تبقى اوضه الضيوف، لا انا عايز اوضه الضيوف تبقى بعيده عن المدخل. يعني يبدا يقول لك التصور بتاعه لان هو شاف المبنى وبدا يتخيله 100 100. فهو البرنامج ميزته ان هو متخصص في البيلدينج. تمام، فدي حاجه كويسه جدا فيه. اللي بعد كده انفورميشن، المعلومات. كل ما انا برسم حاجه بديله معلومات، يعني ما برسمش صاج واسيبه، لا ده انا بقول له كميه الهواء اللي ماشي فيه قد كده، ما بحطش اناره واسيبها، لا ده بقول له كميه الوات اللي فيها والفولت اللي فيها قد كده، ما بحطش حاجه غير لما بديها المواصفات بتاعتها. فلو في اي وقت ممكن اعمل حصر، ممكن اقول له اوجد لي الحاجات اللي كميه الكهرباء فيها مشكله او كميه الميه فيها مشكله، تبدا تفرز الشغل اللي عندك ويبقى عندك قاعده بيانات قويه جدا، لان انت استخدمت البي اي ام. موديلنج يعني نموذج. تمام، كانك انت عامل نموذج او ماكيت للمبنى. يعني لو حد اي راح اي معرض او كده بيبقى فيه نموذج او ماكيت للمشروع، بتبدا انت تشوف ايه الحاجات اللي موجوده فيه. تمام، فانت بتشوف الماكيت دوت مثلا، يعني مثلا وليكن مثلا حرم المكي، الحرم المدني، اي نموذج لاي مشروع، بتشوفه 3 دي، بتشوفه قدامك متخيله بكل الحاجات اللي فيه. هنا برضو ببرامج البي اي ام زي الريفت هنقدر نعمل نموذج
كامل للمبنى بكل التفاصيل اللي فيه، تمام؟ فده هيسهل لي ان انا اشوف الشغل قبل ما اعمله، تمام؟ مش هفاجأ بالمشاكل وانا بشغال. يعني كان الاول وانا برسم الحاجات في الاوتوكاد ببعتها للموقع، فبيجي ينفذ يلاقي حاجات، في حاجات ناقصه وحاجات غلط، ويلاقي مثلا الضغط ماشي هيخبط في كاميرا، فنضطر ان احنا نكسر ونعدل. وده كان فعلا بيستهلك فلوس كتيره جدا، يمكن ممكن 15% من مصاريف المشروع بتصرف على ان هو بيعمل حاجه ويغيرها، يعمل حاجه ويغيرها، تمام؟ الله يكرمك يا باشمهندس اشرف. هو ده فعلا الناس اللي شغاله في الموقع بتلاقي الموضوع ده كتير جدا، ان انت وانت بعد ما صممت ونفذت وحطيت الصاج وحطيت البايب وحطيت الحاجات، تضطر ان انت تكسر عشان تركب حاجه. انما برنامج الريفت لا، ده انت بتشوف النموذج قدامك كذا مره وتشوفه وتعرف فين الغلطات وتحلها كانك انت موجود في الموقع، بس بدل ما تصرف فلوس على الصاج والحاجات اللي هتركب وتشيل واجور العمال و والحاجات دي كلها، لا، البي اي ام هيحل لك المشكله ديت، تمام؟ هو البي اي ام، تمام يا باشمهندس محمود وجدي. تحتاج ان انت تعدل مسار الكابل تري او الدكت، فاضطر تجيب عامل وياخد وقت وان هو يفك الحاجات ويركبها تاني، وفي حاجات تكون اتوصلت فاضطر ان انت ترميها الحاجات اللي هالك. فكل الحاجات دي ان شاء الله بالبي اي ام ان شاء الله هنحل المشكله دي. والبي اي ام فيه برامج كتيره جدا، منها برنامج الريفت، انما الريفت ليه كذا بديل. يعني في اوتوكاد ام اي بي تبع شركه اوتوديسك برضو، في برنامج، في مثلا برنامج زي تكلا بس ده متخصص في الانشائيات، في برنامج اسمه ماجيك كاد، في برامج كتير جدا، بس هو اقوى واحد فيهم الريفت، بيحقق البي اي ام بنسبه عاليه جدا، وتبع شركه زي شركه اوتوديسك، فبيحصل فيه تطور بطريقه جامده جدا، ولان هو تبع اوتوديسك فبتلاقيه بيتعامل بسهوله جدا مع برنامج الاوتوكاد، مع برنامج زي 3 دي ماكس، مع برامج التانيه. يعني البي اي ام في بعض البرامج التانيه مش منافسة للريفت، يعني الريفت في برامج تانية في الباي ام بتاخد من الريفت وتكمل عليه، زي برنامج النفس ووركس، وده ان شاء الله اشرح برضو في الكورس هنا ان شاء الله في ملتقى الدارين. النفس ووركس بياخد الشغل من الريفت، مش بينافس الريفت، بس بيدي ميزة اكتر. فجاست ان انت عملت جاست ان انت عملت المبنى بتاعك بالريفت، هتلاقي ان انت تتعامل مع برامج اقوى وبرامج سهله جدا زي برنامج النفس ووركس والكونتك اوف. نفس ووركس بيضيف بعد اخر للمبنى، الا هو بعد الزمن، ده ان شاء الله هيبقى معانا برضو في الدبلومه بعد الكورس ده على طول ان شاء الله، تمام؟ فبيضيف بعد الزمن بحيث ان انت تشوف المبنى هيتبني مثلا خلال شهر هيبقى شكله ازاي، بعد شهرين هيبقى شكله ازاي، بعد 3 شهور هيبقى شكله ازاي. تقدر تربطه ببرنامج بريمافيرا او مايكروسوفت بروجكت، بحيث ان انت تربط المعلومات والوقت بالمشروع، تمام؟ برنامج كوانتك اوف وده برضه ان شاء الله هيبقى معانا في الدبلومه، بيعمل موضوع الحصر بطريقه قويه جدا، بيعمله سواء من الريفت او من الاوتوكاد او حتى من البي دي اف، تمام؟ والكوست برضه التكلفه في برنامج هو برنامج الريفت بيعمل برضه كل موضوع الحصر وكل حاجه، بس التاني بيبقى ادق او بيديله امكانيات اقوى وبياخد الشغل من الريفت، يعني مش هتضطر ان انت تعيد الشغل تاني، تمام؟ في برامج كتيرة جدا في البي اي ام، بس هي البداية لازم تكون متقن قوي برنامج الريفت، وده ان شاء الله هنركز عليه دلوقتي. فان شاء الله هنشوف باوربوينت سريعة جدا وبعد كده نبدأ الشغل. انا عارف الناس متحمسة انها تبدأ تشتغل على طول في الريفت على طول، بس ان شاء الله هنبدأ بس ايه باوربوينت سريعة جدا، همشيها بسرعة ان شاء الله. هعمل بس شير للصورة. الجهاز المطلوب لتشغيل برنامج، يعني لو عندك اي، انا عندي كورد ديو، يعني برنامج قديم جدا وده بشرح عليه دلوقتي، تمام؟ انما لو انت هتشتري جهاز، ممكن تجيب برنامج مثلا، ممكن تجيب جهاز اي 7 افضل، لان عشان ما تضطرش انت كل شويه تطوره، لان البرامج دلوقتي بقت محتاجه رامات كتيره، يعني 12 جيجا رامات كويسه. انا الجهاز بتاعي 4 جيجا رامات،
تمام الجهاز بتاعي، بس الحمد لله ان شاء الله هنشغل كويس ان شاء الله على الريفت. هنشوف برضو يعني، سواء ان انت اتعلمت ريفت 2012 او 2013 او 2014 زي بعض، فمفيش اختلافات كتيره تمام. بس في مره نبدا مثلا 2014، مره 2013، مره 2012، نشوف الباوربوينت تمام. ده شكل المباني اللي ممكن يطلعها برنامج الريفت تمام. طيب لو احنا بصينا، احنا بقالنا سنين كتيره قوي شغالين على الاوتوكاد تمام. الشاشه ظهر عندكم؟ لو سمحت، لو الشاشه ظهرت اللي هي الباوربوينت دوس واحد. ريفت 2011 برضه مفيش مشكله، و2010 مفيش مشكله، هي 2009 اللي شكله مختلف. لا الشغل عادي على 2011، بس في مشكله بمناسبه الاصدارات. برنامج الريفت ما تنفعش تسيف المشروع على اصدار قديم، يعني لو انا شغال على 2014 ما اقدرش اسيفه على 2013. يعني انا سيفته على 2014 ما اقدرش افتحه على 2013، وما اقدرش افتحه على 2012. لو انا عامل مشروع على 2012 وفتحته على 2013 وسيفته، ما اقدرش افتحه على 2012. واضحه كده؟ يعني اي برنامج ما اقدرش افتح الاصدار اللي بعديه. يعني انا لو شغال على الريفت 2013 ما اقدرش افتح مشروع متسيف على 2014، زي برامج كتيره. في برامج كتيره جدا، بس هو الاوتوكاد اللي الناس اكتر اغلبها شغاله عليه كان بيعمل حاجه، هو في حل موجود فعلا بس مش موثوق فيه تمام. الاوتوكاد كنت تقدر تسيفه 2009 2006 زي ما انت عايز، 2012 تقدر تسيفه 2006 ما كانش بيعترض، وتفتحه على اي برنامج تاني مفيش مشكله. يعني ممكن اعمل مشروع 2014 وسيف 2006 ما فيش اي مشكله خالص. في الريفت وبعض البرامج التانية كتيره جدا، لا ما دمت انا عملت ابجريد للفاميلي او للمشروع خلاص ما يقدرش افتحه على اصدار اقدم منه. النقطه دي واضحه؟ الريفت لو انا فتحت مشروع على 2012 ما اقدرش افتحه على 2011 و2010، اقدر افتحه الاصدار اللي بعديه اللي هو 2013 و2014، بس لو انا فتحته 2013 وسيفته ما اقدرش افتحه على اصدار قديم تمام. فدي يعني لازم نخلي بالنا منها قوي، لان ممكن يكون عندك نسخه في الشغل ونسخه في البيت، فانت عايز تعدل تعديله بسيطه، خدته في البيت وشغلته على 2014 عشان تعمله على 2012 تاني هتبقى فيها مشكله تمام باذن الله. طيب هنشوف الباوربوينت باذن الله مع بعض على السريع عشان نطول فيها تمام. طيب ده اوتوديسك ريفت. اوتوديسك دي شركه عملاقه جدا وعامله برامج كتيره جدا، فهيضمن لك انها مش تقع ان شاء الله، زي في برامج كتيره بتطلع وتبقى حلوه بس ما فيش ناس شركه كبيره وراها فممكن تقع. لا اوتوديسك شركه كبيره ولها برامج كتيره جدا، فان شاء الله البرنامج اللي بتاخده منها موثوق فيه. ريفت هي اختصار لكلمه اسمها ريفيز انستانتلي. ريفيز انستانتلي يعني ايه؟ ريفيز انستانتلي هي معناها يعيد تكوين نفسه بشكل متوافق. يعيد تكوين نفسه بشكل متوافق، يعني لو انا عدلت حاجه في البلان عدلها في السكشن مفيش اي مشكله خالص، عدلتها في السكشن هتعدل في البلان اوتوماتيك تمام. عدلت حاجه في البلان هتعدل على طول في السكادول تمام. طيب احنا بقى لنا 25 سنه او اكتر شغالين مع الاوتوكاد تمام. يعني بنلاقي مثلا الاصدار الاول كان سنه 82، الاصدارات بدات تتطور، بدأ يطلع فيه اوتوكاد 12، اوتوكاد 14، بدأ يطلع اصدار 2000، اصدار 2000 واي، اصدار 2002، 2004، كل الاصدارات دي. فايه اللي يخليني بعد ما قعدت كل السنين دي في الاوتوكاد اسيبه واروح برنامج تاني؟ هنبدأ نشوف تمام. طيب ليه بقى الريفت؟ عشان كان في مشاكل كتيره بتواجهني في الاوتوكاد تمام. من ضمن المشاكل دي ايه؟ ان انا اصلا ما بعرفش الباقي شغال في ايه. يعني انا دلوقتي شغال في التكييف الصحي، بينما المعماري بيعدل الحيطان وبيعدل شبابيك وانا مش واخد بالي، اخر الاسبوع ببدا اعرف ان هو عدل الحاجات دي تمام. انما في الريفت احنا كلنا شايفين بعض وكلنا بنعدل مع بعض، واي حاجه بتعدل بعرف في ساعتها تمام. دي من ضمن المزايا اللي موجوده في الريفت ومش موجوده في الاوتوكاد تمام.
خلاص بإذن الله، خلاص إن شاء الله، رست إن شاء الله، نصلي.